هل صحيح انك انت في يوم من الايام مثلتي عند اسماعيل ياسين؟ ايوه اللي طلعنا انا ونور الدمرداش وافتكر ناديه السبع وعصمت رأفت وعبد المنعم ابراهيم الله يرحمه، فروحنا اشتغلنا عند اسماعيل ياسين. لان كنت بشتغل يعني لما ضموا فرقه المسرح الحديث على المسرح القومي كان فيها الاستاذ يوسف وهبي، كان بيديني ادوار كومبارس، يعني كان عندي امل ان انا اطلع في دور عادل، ما رضيش يديني، فطلع في مخنا احنا نروح بقى نستقيل ونروح. والحقيقه لما رجع الاستاذ احمد حمروش هو اللي اصر على رجوعي. عند اسماعيل ياسين خرجتي ولا اترفدتي؟ اترفدت. ليه؟ في مرة مراته كانت عاملة عيد ميلاد ابنها وبعدين عزمتني. ابنها اللي هو اللي فيما